الهلال. هنا كرة ليبقى مصلحة الهلال وجوميز أمام المرمى. الله، جوميز يسجل، جوميز يسجل هدف الهلال الثالث. لكن الشمراني يرفع الراية، يرفع الراية، وجوميز متسلل. في اللقطة الماضية كان موجود في موقف متسلل. أكيد سنعود لتقنية الفيديو. شوف الكرة، شوف ماريجا الانطلاقة، انطلق ماريجا. لا والله احتسب التسلل على ماريجا، على ماريجا، لكن سيتأكد، أكيد سيتأكد بعد قليل هل كان ماريجا متسللا، لأن هنا موقف جوميز سليم، موقف سليم. هنا، هنا اللقطة، وهنا ربما الراية التي رفعت، وهدف هلالي ثالث ربما من جانب بافتنبي. حط الكرة، حط الكرة مباشرة في المرمى.